defeat of Mamelodi Sundowns. We're playing home. Important for us to win, of course. Shall our win? Yeah, I think we're ready for the match. We have no excuse. We're playing here. So we'll do what we have to do. And what we have to do is to collect the 3 points. المباراة مهمة بالنسبة لنا بتيجي بعد الهزيمة في المباراة السابقة على أرضنا من سان داونز على أرضنا فالماتش ده أصبح مهم جدا إن إحنا نلعب برضه على أرضنا وهنكسب 3 نقاط فإحنا مستعدين للمباراة المفروض نعمل اللي إحنا المفروض نأديه المفروض نعمل اللي علينا عشان ونعمل اللي إحنا المفروض نعمله هو إن إحنا نكسب 3 نقاط بعد المباراة. A strong team that stopped Mamelodi Sundowns from winning so we are aware of the difficult situation that we are facing, but we have faced difficult situations all the time. We are that kind of a team that needs to do what we have to do. وعارف طبعا فريق قوي اللي هيلعبه فريق المريخ وان سان داونز ما عرفش يكسبه وعارف ان هو الموقف الصعب اللي هنقابله وفي الموقف الصعب المفروض نعمل اللي المفروض نعمله المفروض نأدي دورنا عشان نكسب المباراه فاحنا عارفين بالظبط المفروض نعمل ايه في المباراه دي. احنا عارفين ان المباراه بالنسبه لنا مباراه يعني مصيريه زي ما بيقولوا احنا عارفين ان بالنسبه لنا مفيش مجال الا 3 بونت احنا بنحترم طبعا فريق المريخ بس احنا بالنسبه لنا لعيبه وبقالنا من بعد الماتش اللي فات مركزين وبنشتغل على فريق المريخ ان شاء الله ربنا يكرمنا كده وناخد 3 بونت ان شاء الله. اكيد طبعا احنا قبل مباراه سان داونز برضه احنا كنا كسبانين برضه في الدوري برضه 4 برضه واحنا كنا في ماتش ساندا كنا كويسين جدا بس التوفيق كان غايب عننا المباراه احنا لو كان معانا في شويه توفيق بس في المباراه كنا كسبنا اكتر من كده ممكن كسبنا 3-4 بس احنا اشتغلنا كويس جدا في ماتش ساندا واحنا دلوقتي دخلنا بقى قفلنا الصفحه دي وركزنا في الماتش اللي بعديه وكسبنا برده الحمد لله بسكور ان شاء الله قفلنا برده الصفحه ونركز برده في المباراه ديت وان شاء الله ربنا يكرمنا اهم حاجه بالنسبه لنا دلوقتي هو 3 بونت. It's not easy match of course we know that but we have to win the match inshallah we win the match. هو بيسألوا سؤال يا ترى مباراة بكرة دي مباراة حياة أو موت بالنسبة لكم؟ قال طبعا مفيش داعي مفيش مجال للشك في حاجة زي كده احنا لازم نكسب مباراة عشان نفوز واحنا هنكسب مباراة إن شاء الله نشتغل عشان نكسب مباراة وهنكسب مباراة. No, the difference between the game we played in Alexandria to the game we played against Sundowns was the difference was the scores. The game of Sundowns, yes, was a difficult match, but you were here, you saw. We should have scored, but if you don't score, it's a different story. So we have 4 games to play and we have 12 points to play for. So we are lucky, we will fight for the 12 points. I'm not saying we're going to get them all, but we can get them all. So. We are lucky. We will go for it. Why not? بيقول حياتك حي بتقول له حكايه الفرق الهجوم من الماتشات الدوري وبتسجل اهداف كتير وماتشات افريقيا ما بتسجلش بيقول احنا بنخلق فرص وكان ممكن نسجل قدام سان داونز كان هات لنا فرص كتير وكان ممكن نسجل الفرق بس ان هو ما بننهيش الهجمه او ما بنسجلش الاهداف من الفرص اللي بتجيلنا دلوقتي الواقع في افريقيا لازم نكسب ولازم نسجل فاضل اربع ماتشات ب 12 نقطه طبعا احنا هدفنا نكسبهم كلهم طبعا ممكن صعب نكسب ال 12 نقطه بس نكسب النقاط الكفايه توصلنا للدور الجاي ناحيه الاهلي. And if you look at the match in Alexandria, it's not nearly the same as Sundowns. In Sundowns, we are in one half all the time. In Alexandria, Farco was attacking us. It was not nearly the same pressure that we had against Sundowns, but we still scored 4 goals. And even Farco could have scored more than 4, to be honest. بيقول حياتك ان حتى الماتش سير المباراه ماتش سان داونز احنا كنا زنقوف في النص بتاعهم تقريبا طول الماتش كنا في نص واحد النص بتاعهم نص الملعب بتاعهم هم جون بالجون بس فاركو كان الموضوع مختلف كان هم بيبدلون الهجمات واحنا كان ممكن يجيبوا 4 هم كان يجيبوا اكتر من الهدف اللي جابوه كان ماتش مفتوح اكتر من ماتش سان داونز فده عايز يقول حياتك ان هو لاحظ فرصه كنا قريبين من التسجيل الفرق بس ان هنا جبنا جوان وهنا ما جبناش.